السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن هذه المساحة اللي مثل ما احنا شايفين نباتات الفلفل التباسكو ماتت بسبب انسداد جهاز تنظيم التنقيط. فاللي راح اسويه بما ان هذه المنطقة ما فيها اي نباتات راح اعدل التربة بما ان احنا الحين في نص شهر 7، فعلى اساس ان انزل السماد في هذه المنطقة واخليه شوي يبتدي يتحلل ويتفاعل مع التربة قبل لا يجي موسم الزراعي وازرع فيه مباشرة. فراح نتابع هذه الخطوات السريعة وراح اراويكم خطوة شوي مختلفة عن اللي اسويه العادة وراح ابينها لكم. اول خطوة راح اسويها اني راح اشيل هالنبتات، راح ازيلها من الارض مثل ما احنا شايفين لان الجذور ميتة، فازالتها شيء سهل ولكن جذورها ممتدة فازالتها شيء سهل. النقطة الثانية اللي راح اسويها اني راح ارفع هالخطين من التنقيط على اساس بس انه ما ينسدون بالتراب والسماد اللي راح اضيفه. الخطوة الاولى اللي راح اسويها اللي هي انه راح انزل كمية من الاوراق الجافة على سطح التربة، راح شوي اخلطها في التربة، راح شوي اقلب التربة مو بوايد ولكن شيء بسيط. في ناس تؤمن ان ما تنصح ان تقلب التربة لان يعني تتبع نظرية ان تقليب التربة يأثر على الميكروبات والحياة اللي موجودة في التربة. بعض الناس تتبع هاي النظرية، في البعض ما يتبعها. انا شخصيا يعني ما اتبعها بشكل ان التزم فيها، يعني احيانا حسب الظرف يعني. فراح اول شيء انزل هذه الكمية من الاوراق، واللي راح اسويه الحين اني راح انزل كميه من السماد وبعدين ابتدي اخلط يعني الطبقه من السماد والاوراق شويه في التربه وبعدين اكمل السماد. والحين راح اضيف كمية من السماد من فوق وشوي بس راح احركها في الطبقة الفوقية. والحين بس علشان مثل ما احنا دائما نقول يبتدي يصير التحلل والحياة البكتيريا والميكروبات تبتدي تنشط في البيئة هذه وتبتدي تحلل لي الأوراق والسماد يبتدي يغذي التربة، لازم شوي أضيف ماء على أساس هذه العملية تبتدي. مثل ما نلاحظ أنا سقيت ولكن الطبقة الفوقية بس، الطبقة على طول أول ما أحرك الطبقة الفوقية أو الطبقة العليا أشوف أنه السماد للحين جاف. فهذه نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه عن الري وطريقة الري الصحيحة. مثل ما احنا دائما نقول او حتى في مبدا الكومبوست، الفكره من ان احنا نضيف مواد عضويه مثل الاوراق الميته او حتى في ناس اللي تطبق طريقه ان تدفن المخلفات في الحديقه او كذا، الفكره كلها ان احنا نضيف مواد عضويه الى التربه على اساس نعدل من قوامها وننشط البكتيريا. بالذات هذه مهم حق المزارعين اللي يزرعون بشكل عضوي وما يبغون يستخدمون مواد كيماوية، مهم بالنسبة لهم أن
التربة تكون غنية بالمواد العضوية، لأن هذه المواد هي غنية بالعناصر وراح تتحلل وتغذي لي التربة وتنشط لي الحياة الموجودة في التربة. لازم أركز على أن التربة تكون غنية بالمواد العضوية من أساس أن هذه الميكروبات والكائنات تكون موجودة عندي في التربة اللي هي راح تغذي لي النباتات وتكون عندي تربة صحية. وأيضا إحنا مشكلتنا في الخليج أن تربتنا لأنها تفتقر المواد العضوية تصير تربة رملية، فالتربة الرملية تحتاج التعزيز الشديد من المواد العضوية بقدر المستطاع. فهذه يعني بشكل مستمر سنويا لازم نضيف المواد العضوية، بغض النظر إذا كان هذا الأسلوب أو مجرد نضيف الأسمدة الحيوانية الله يعزكم، أو الكومبوست، أو أيا كان السماد اللي موجود عندي على أساس أحسن من قوام التربة وأنشط الميكروبات والحياة اللي موجودة في التربة عندي. راح أرجع خطوط التنقيط على التربة بشكل بس سطحي فقط على أساس شوي يصير فيه تنقيط، وراح أتركها وبشكل يعني بشكل مستمر وبشكل منتظم إن شاء الله راح أضيف حق التربة الماء، بس على أساس إنه يكون في رطوبة نفس مبدأ الكومبوست، الرطوبة تكون موجودة على أساس تقدر هذه المواد تتحلل والسماد يعني يبتدي يتفاعل مع الميكروبات والبكتيريا، والبكتيريا تنشط وتبتدي تحلل لي هذه الأوراق الميتة، لأن هذه كلها مصادر كربون فنحتاج أن يعني نخليها تتحلل، والمواد الكربون إذا بكثرة شوي ممكن تكون بطيئة التحلل. فهذه راح أتركها إلى تقريباً شهر 9 اللي راح يكون في بداية البذر. فإحنا قبل لا أبتدي أنزل فيه شتلات يعني يمكن على شهر 10 تنزل الشتلات، فالحين عندي شهر نص 7 8 9، فشهرين ونص على أساس هذه المنطقة تتحلل وتجهز. وطبعاً راح مستوى التربة ينزل لأن هذه المواد راح تتحلل وتنزل، فراح يصير تكون هذه إن شاء الله المنطقة جاهزة في شهر 10. وفي الختام بس حاب أعتذر من الكل من المتابعين والمشاهدين على شوي أن الحركة أو النشاط في القناة خف شوية، ولكن هذه بسبب الموسم اللي إحنا فيه، في موسم الصيف ما في نشاط في الحديقة، فما في مواضيع أقدر أتناولها وناقشها معاكم غير اللي تناولناها اللي هي بعض النصايح عن المحافظة على النباتات في الحار من تظليل، من ري، من تنقيط، من يعني من هذه الأمور. فأعتذر منكم على انقطاع أو خلنا نقول قلة حرق النشاط أو الفيديوهات في القناة، ولكن إن شاء الله في الموسم الجاي راح يكون في مواضيع جديدة إن شاء الله، مشاريع جديدة، تجارب جديدة إن شاء الله. وهذه فرصة بالنسبة لنا كلنا أن نفكر ونخطط شنو نبي نسوي في الحديقة عندنا، شنو نبي نزرع، ونبتدي نجهز من الحين من ناحية أن نشتري البذور ونجهز ونفكر ونشوف المواد اللي نحتاجها ونبتدي نخطط حق اللي نبغي نسويه في الحديقة عندنا. فهذه فرصة أنا حابة أفتحها لكم وللجميع، أي واحد عنده أو أي أحد عنده فكرة أو نشاط أو مشروع أو تجربة حاب أن نسويها في القناة ممكن يتركها لي في قسم التعليقات، وإذا موضوع جديد أو حسيت إنه موضوع ما تطرق له في القنوات الثانية أو ما شفته بكثرة في اليوتيوب أو كذا، ممكن إنه نسوي هذه التجربة أو نتناول هذا الموضوع في القناة ونتابع تطوراته ونجرب هذه الأمور. فأي واحد أو أي أحد عنده موضوع ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله نحاول إنه نسوي هذه المواضيع كلها مع بعض ونشوف نتائجها مع بعض، بالذات التجارب أو الأسئلة أو التساؤلات هذه نحاول نبينها بطريقة عملية أساس هم أنا استفيد في أشياء أنا ما أعرفها ممكن أن أتعلمها منكم، وفي أشياء يمكن الغير يستفيد منها بشكل نظري أو بشكل عملي يشوفها بشكل مطبق يعني. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو القصير والبسيط، وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي موضوع بالذات للموسم الجاي ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.